وعدم شعور بالرضا، عشان هيك كان في إصرار بأنه تعيد كمان مرة لحتى تحصل على النتيجة المرضية، والنتيجة اللي هي واثقة بأنه هي اللي بتستحقها. صحيح. وبالتالي عم نحكي عن طالبة ثانوية عامة، هي بالأساس فعلا زي ما قالت هبة، شعور عدم الرضا هو شعور جدا سيء، فأكيد لو ما عملت هذه الخطوة طالبتنا وضيفتنا لليوم أكيد كانت رح تضل ندمانة طول عمرها. نعم. فسما ماهر حطاب عادت الثانوية العامة بعد ما كانت جابت بالأول 96 علمي. الفرع العلمي، عادت كمان مرة مع الطلب المكملين وحصلت على معدل 99%. بالمئة. أكيد إحنا بشرفنا وبيسعدنا تواجدك سما معنا في أستاذ صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب. شكرا لكم. وألف مبارك التفوقين، أنا بدي أحسبهم لأنه 96 هو تفوق أيضا. الله يبارك فيك يا رب. شكرا. نعم. أكيد ألف مبروك يا سما. بس حكي لنا سما، إيش اللي صار معك؟ يعني 96 مش سيئات أبدا. حلوين. وبيأهلوكي لأي تخصص أنت بدك إياه إلا إذا في بالك الطب. حقيقة هو اللي دفعني إني أعيد في البداية هي قناعتي إني أنا بستحق الأفضل، وثقتي بنفسي إنه أنا لا، يعني هاي مش علامتي، مش اللي كنت بطمح له من البداية. ثقة اللي هم زرعوها في أهلي، ثقتي بنفسي، شغفي للعلم، شغفي للدراسة، وبالذات التميز بالدراسة. ففي البداية أنا كان طموحي أكثر من 96، فحطيت هذا الهدف أمامي من بداية مرحلة التوجيهي. إلا الإنسان ما يتعرض ل يعني يتعثر في طريقه لهذا الهدف. ولكن دائما أنا بحكي لنفسي مقولة شفت يعني قرأتها في كتاب، إنه النجاح أن تنتقل من فشل إلى فشل دون أن تفقد شغفك وحماسك للوصول إلى ما تريده. جميل. فأنا الحمد لله إني ما فقدت هذا الحماس وهذا الشغف وكملت. اللي صار معي حقيقة هو توتري، أنا من الطالبات اللي بتوتروا لأي شيء بحدث في قاعة الامتحان. ففي أثناء تأدية امتحان الرياضيات كان في هناك شدة في المعاملة مع طالب التوجيهي. يعني أنا بتمنى من براقب أن يكون في هناك لين، يعني مثلا إذا طالب بيحتاج أوراق زيادة للامتحان أنه يتم إعطائه إياها بدون يعني ما يعني الطالب أدرى بمصلحته، الطالب أدرى هو شو بيقدم، يعني هو أعلم بحاله، ما ينحكى له كلام يأثر فيه. نعم. يعني هذا التوتر أو خلينا نحكي هذا السبب اللي خلق توتر في بالضبط. خلال تقديمك للامتحان هو اللي كان اللي أدى إلى يعني إنقاصك كم علامة في مادة الرياضيات. بس أنا بدي أرجع شوي لورا، يعني للمرحلة الأولى. سما، لما خرجتي من امتحان الرياضيات كنت عارفة حالك إنه أنت ما أديتي صح، ولا إنه أنت حسيتي حالك إنه لا تمام بس يمكن شوي، ولا كان توقعك صحيح 100%؟ لا، انا بعرف حالي لما اتوتر خلص ما يعني بكون ادائي مش جيد. مع انه كانت نظرتي للامتحان امتحان سهل جدا كان، وكنت مبسوطه منه كامتحان، ولكن كنت يعني طالعه كثير خايفه من التوتر اللي صار انا معي بالامتحان. طب انت فعليا ايش عرفت اللي هي بس ماده الرياضيات هي اللي كانت الفارق عندك في العلامات؟ انا حصلت في الدوره الاولى على علامه 183 بالرياضيات، ولكن في الدورة الثانية الحمد لله كان جو القاعة كتير مريح. بالعكس، لما طلبت أوراق قدموا لي بدون أي سؤال مباشرة، راعوا التوتر اللي بيتعرض له الطالب خلال تأدية الامتحان. فالحمد لله جبت فيها علامة كاملة 200 من 200. ما شاء الله. الحمد لله. طب سما، يعني لما أنت حصلتي على نتيجة 96 فعليا وبصراحة إيش كان شعورك؟ صراحة يعني صدمة، زعلت وعيطت وما توقعت أبدا. طيب وما بعد هيك إيش اللي صار؟ يعني هل كان قرار إنك تعيدي في الدورة الثانية هو قرارك لوحدك، ولا كان في تشجيع من قبل الأهل؟ أو كمان شو نظرة الناس إنه ليش بدك تعيدي؟ أنت جايبة 96 مثلا، هل تعرضتي لمثل هيك آراء ولا لا؟ هو قرار الإعادة مني لأني أنا يعني عارفة حالي بستحق الأفضل. في البداية هي صراحة كانت مفاجأة للكل، يعني أنا ما حكيت لإخوتي، ما حكيت لبابا، يعني بس كان يعرف ماما وأختي وأخوي. دائما كانت أختي تحكي لي دائما إذا بدك تعملي إنجاز اعملي، ما تحكي عنه، يعني اعملي على الساكت، بعدين خلي النتيجة هي تحكي عنك.
بالضبط. فأنا على الساكت يعني قعدت عدت درست المادة وقدمت للإعادة، وكان هذا يعني الحمد لله بتوفيق من ربنا. طبعا ماما شجعتني كتير، هي اللي دعمتني وحكت لي أنه طبعا ثقتك بنفسك عالية، ثقتي بدراستي كيف أنا كنت أدرس من البداية. وبس طلعت نتي سما كان ممكن أنه ينحسب لها، هي لازم تحسب لها العلامة الثانية صح؟ بغض النظر شو جا العلامة الأعلى، الأعلى تحسب العلامة الأعلى تحسب في الدورتين. العلامة اللي بحصل عليها الثانية في الدورة الثانية. حاليا ما بعرف، أنا بصراحة أنا بعرف إن العلامة الأعلى هي اللي تحسب، ولكن إذا بدنا نسأل عن قرار الإعادة، هو يمكن بالنسبة لي كان كتير سهل، بس كان بصراحة في خوف من النتيجة اللاحقة. يعني ممكن كنت تفكر بينكم من حالك أجيب أقل، إيش اللي راح يصير معي، شو راح أتحمل بعديها النتيجة؟ بالنسبة لي صراحة ما كان في خوف، لأني كنت عارفة أنا شو يعني قدراتك. كنت شو عارفة شو قدراتي، وكنت عارفة شو السبب اللي خلاني أنا أحصل على هاي العلامة. فبالتالي بالعكس يعني دخلت أنا وخلص يعني داخلة أجيب الـ200 يعني هيك في الدورة الثانية. حلو أنها تحط الـ200 يعني. طيب ما بعد 99 إيش رح يصير؟ أنا إن شاء الله رح أشق طريقي في جامعة النجاح في دراسة الطب. طبعا علامة 99 كانت مفرحة جدا لأهلي لمعلماتي طبعاً. يعني حتى معلماتي حكولي أنت دائما اسم على مسمى سما لك من اسمك نصيب، وحكولي هي رجعت لنا سما. يعني الحمد لله أني حصلت على اللي بدي إياه، وهذا بعتبره إنجاز كتير كبير إلي يعني. فخورة جدا بهذا الإشي. نعم، ليه اخترت الطب؟ اخترت الطب أكيد عن شغف وعن رغبة، وأنا كتير يعني من صغري كنت دايما بسمع إخوتي بتناقشوا بالطب، بيحكوا هيك يعني حواراتهم، فخلص دايما أنا بدي أصير طبيبة، بدي أشوف شو بدرسوا، عجبني مواضيعهم اللي بيفتحوها دايما مع بعض، فعشان هيك إن شاء الله. وكمان مهنة الطب يعني مهنة عظيمة جدا، يعني مهنة إنسانية، فالحمد لله أنا بشوف بنفسي هاي الصفات اللي بتأهلني لدراسة الطب. أكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق سما، وأن تكوني طبيبة في سماء هذا الوطن. شكرا. الجميل والعظيم أيضا، هذه المهنة الإنسانية الرائعة لتقديم الخدمات والواجب الإنساني للمواطنين. شكرا جزيلا لك سما، ونتمنى لك كل التوفيق، والشكر أيضا لأهلك اللي دعموك أكيد لحتى توصلي لهون، وأكيد راح يضلهم داعمينك للآخر. شكرا جزيلا. شكرا لكم كمان لاستضافتكم. شكرا. يسعدها.